سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه، اموركم مزيانه؟ المهم نتمنى من الله تكونوا كيف العاده، ناشطين وماشطين. اليوم فيديو جديد ان شاء الله معايا. اليوم جاتني شي كوليا ويلا لقيتوني. جيت نعست واحد النعسه، ما نقولش لكم مع فقت بكري. اليوم جي عندي لوسي، درت الكسكسو مشهيتكم وجمعة مباركة، درت كسيكسو اليوم. المهم ان شاء الله غنوريكم اش صيفطت لي صاحبتي وواحد الصديقة ديالي، واحد السيدة الله يعمر لها الدار، ظريفة بزاف بزاف. ما فضلتها عليكم عايدة. المهم نقص من التلفازة. وقلت لكم صيفطت لي واحد الكوريا، في حقيقه داكشي غزال ما شاء الله، داكشي عندها زويون. نوريكم ان شاء الله، نشوقكم بعدا، ندير لكم لوك بوك. ما ديش ليا لا فمي، راه صباحه دايره مريضه. اليوم عفقت مع صليت الحمد لله الفجر وفقت بزاف الحوايج درتهم، مشيت واحد الغرض قبل ما نمشي نجيب الكوريا من هذا. مهم وكما كتشوفوا بنادم راه جري عليا نجري عليك. باقي لي بزاف د الحوايج خصني نديرهم اليوم. المهم اي حاجه اللي درتها اليوم راه غادي نشاركها معاكم، وغادي نجاوب كاع على الاسئله اللي كطرح لي بزاف التعاليق بالنسبه للمشروع اللي غادي ندير، وبالنسبه لبزاف د الحوايج. المهم بلا ما نقول لكم اش كاين بعدا، بالنسبه لواحد السؤال كيجيني بزاف متكرر بزاف، هو رجاء قبل مني خرج عثمان من الخدمه شكون كان كيصرف عليكم، شكون مني كنتوش كتعيشوا من هذا. المهم كاع داك الاسئله كاملين اللي ضراكم فراسكم غادي نقولها لكم. المهم انتم راك وليتوا من العائله، خاصني ضروري نعاود لكم داكشي اللي كتسولوا عليه بزاف التعاليق. مهم يعني تش حاجه ما تغلى عليكم، وشكرا بزاف على التفاعل ديال الفيديو. الله يسمح لينا من عثمان، خرجناها منه بصراحه، خرجناها منه ديال المعقول. المهم دابا غنوض، انتم معايا نوض باش ان شاء الله غنسقي ليهم، ما بقى والو. عثمان يلا مشى للجامع يصلي ونوض نسقي ليهم، وانتم معايا اي حاجه درتها اليوم راه انتم معايا. بزاف الشغال باقي ليا، باقي ليا شي حوايج غادي نصلحهم. واش باقي ليا عاود ثاني؟ صافي هادشي اللي باقي ليا. يلا انتم معايا. ما شاء الله، اللهم بارك. لو كون سخن صباعك، انت غتسخن صباعك ما ديرش معلقة. لا العاشق لا لا. انا خويا ناكل ب ناكل بصباعي. تبارك الله، شي بنين تبارك الله. ما كاين شي راجل تحط ليه مراته الماكله يقول ليها ما بنينش، ما تبقاش طيبين المره الجايه، نقول له طيب طيبوا حتى. دفعت جنة؟ لا يا الله. وين؟ بسم الله. بصحتك. كاينة العبدية. سمعتي قلت لك كاينة العبدية. تحتاش يا دمه تما راه لا يعلى عليهم، تحتاش يا دمه تما لا يعلى عليهم. ما عمري ذاق شي قصريه ريفيه. ريفيه؟ قصه ديال الناس ديال الريافه والجبال. تحيه ليهم من هنا. الناس ديال الشمال تحيه لكم. والناس ديال وقصه ديال الجزائر ما عرفتش كيداير. بغيت نذاق شي نهار. الجزائر كرة تقريبا بحال تاعنا حنا، لا؟ ما عرفت الناس ديال الجزائر تاهما عندهم بحال بحالنا. المهم تكتبوا لنا في الكومنتيرات. ديال الصحراوي اللي ما بغاش يتنسى لي انا. ديال الصحراوي زوين. ضايق انت انا ماما. ما كيشريوش بحال هكايا السيده. لا. لا بحال القمح ملي كيطحنوه.
كيفتلوه بالغرب كيجيك حبيبات مكور مفتول هما كيفتلوه دقيق كيفتلوه هما كيديروه بالغرب كيهبط كواري عالم. كانت واحد المره طرات ليا باقا ديك الساعه باقا ما تزوج ديك الساعه كانت جات عندي خالتي وكانت كان وقع لي مشكله في الكسكسو بحال تكر ولا مكركب بحال دارت لي الفورس وخرجته من الغربال ما هي دابا راه في الصحراء حيت هما الطريقه كيديرها هما بالغربال الدقيق يفتلوه ويدوزوه بالغربال كيجي رائع داكشي عندهم تبارك الله زوين. ايوا تحيه للصحراء حتى هما راه ما شاء الله متبعينا تحيه لهم كاملين. ايوا مشيناكم هاد الكسريه ديال الكسكسو يلا مشينا ناكل هوني معاكم. عطي كاين مود ديال السمر وحق الله عطي المود السمر عطي بحال كيطيح عندنا الثلج نخليها بعدا تسخن دغيا عندي انا هاد المصلوح دغيا كيسخن شراه عثمان هذا غير بلوكازيو عند واحد السيد عطي صدق زوين كتبين عليه ديال اسبانيا هاد المصلوح شاش كيقول مديرهاش فيه شويه ديال الماء ديرها شويه ولكن يقضي هذا خدا عا بلوكازيو ما عرفتش شحال خدا كان خدا عا هانتوما خدا تقريبا مع شي 100 درهم حقيقه صدق زوين. المهم انا غنجرب نصلح ليه كوانجو نتوما تكملشو ليه عرفتي السمر زوين هادي كنمشي معاك. المهم انا غنكمل هاد الحوايج كاملين ونرجع ليكم باش نعاود لكم القصه ديالي ولكن خاصكم تعمروا شي بريريت ديال اتاي لويزا باش تسمعوا اش غادي نقول لكم. المهم راه عثمان يلا خرج مشي يجيب شويه ديال الكرواسون كيسير جيبها نعمر اتاي ونجي ونعاود لكم. المهم كاع الاسئله اللي سولتوني عليها غنجاوبها في هذا الفيديو. الحمد لله بعدا تغدينا عرفتي جا الكسكسو يا سلام ومع هاد البرد منقولش ليكم غدا معايا. المهم البنات يلا ساليت عثمان يلا خرج مشي يجيب لينا شويه. المهم قلت لي جيب لي شويه باريزيان وكرواسون داكشي باقي كاع ما درنا الكوتي حيت عليا بدوك الحوايج الله لا عرفتي انا عدويا للطويان والصليح هادو هما الجوج اللي ما كنحملهمش كي ما عرفتش شكون اللي بحالي حتى انايا ما عرفتش كي كي كيديرونجي شتي نغسل المواعن وما نطوش الحوايج. المهم غنا نجاوبكم كاع الاسئله اللي كتطرحوا عليا بزاف. المهم قبل ما نبدا نقول لكم واحد القناه اللي هي زوينه ديال نزهه نسيت على القناه ديالها. المهم راه غنحطها لكم في صندوق الوصف حيه النيوز. المهم حيه النيوز نتمنى يا ربي ما نكونش غلطت في السميه ولكن غنحط لكم الرابط ديالها لتحت. في حقيقه فريمون قناتها زوينه وداكشي الحيل وداكشي اللي كدير يعني الافكار اللي عندها في القناه ديالها يعني زوينه بصراحه. عاد تعجبكم القناه ديالها الا دخلتوا عندها غادي تعجبكم القناه ديالها وكتبوا ضروري كتبوا احنا راه جينا من طرف رجاء وكنشكركم بزاف على خطيكم بصراحه قناتها زوينه وانا كنتبع الفيديوهات ديالها. مهم نساعدوا بعضياتنا كل واحد يساعد الاخر بداكشي اللي هو كيقدر عليه. مهم راه قناتها زوينه تابوناو عندها وقولوا لي راه جينا من طرف رجاء. مهم البنات غادي نجاوبكم على الاسئله اللي سولتوني بالحكم الاسئله اللي متكرره عندي بزاف. بالنسبه للسؤال الاول هو قالوا لي علاش رجاء ما ولدتيش على يحيى. مهم هما في حقيقه الوليدات راه نعمه
ونعمه مع سيد ربي، ولكن متفقه انا وعثمان ما بغيناش دابا. ان شاء الله داكشي كيجي مع الوقت، وراكم عارفين الظروف شويه ولات صعيبه، ما بقاتش كي كانت. يعني الا قلتي عتولد شي وليات خاصك ليه مصاريفو، خاصك ليه بزاف الحوايج. سيرتو انا كان ولد سيزاريان، يعني كان ولد بالفتيح، يعني وكتجيني صعيبه عرفتي، كان مرض فيها يعني لدرجه ما تصوروش، والحمد لله اللي صعيب حتى هويا ما نقولش لكم. يعني داكشي اللي داز عليا بصراحه الله يغفر بينا، الله يغفر به الذنوب يا ربي، والله يخلي لينا المهمات ديالنا، لان بصراحه ما تحسي بالوالدين ديالك تتكوني في الولاده في بزاف د الحوايج. يعني واخا ما عرفتش نعطوهم ما غاديش نوفوا ليهم، يعني بزاف د الحوايج والله العظيم، يعني هما تاج فوق ريوسنا والله. المهم المهم هادشي اللي قلت لكم عليه، يعني ما مفكراش انا، يعني ما كنفكرش من هنا قدام يعني الوليدات الا بغى الله. يعني ما انا ما كنفكرش انا وعثمان بينا ان شاء الله نديروا حياه المستقبل ليحيى، وبينا نديروا بزاف د الحوايج ليه، يعني ما كنفكروش كاع نهائيا بصراحه، ما نديرش لكم نهائيا في يعني في شي وليد ولا شي بنيه، ولكن داكشي كيجي مع الوقت وصافي. شكوك راه يعني الوليدات، واللي مازال باقا ما رزقتش الذريه الصالحه الله يرزق الذريه الصالحه والله يسهل عليها، واللي حامله الله يفكها وحيها على خير. المهم هادشي اللي كاين، ندوزو لهذا السؤال الثاني واللي هو متكرر عندي في القناه، كيتكرر بزاف عندي في القناه، هو رجاء قولي لينا ملي خرج عثمان، ملي كنتو كتصيروا كنتو كدبروا الوقت ديالكم كنتو بزاف الحوايج. المهم عثمان ملي خرج من الخدمه بصراحه ما نكذبش عليكم، كان وقعنا بزاف الحوايج صعاب، بزاف الحوايج لان راكم عارفين سيرتو شي واحد كان خدام وكانت عنده هي ماشي شي خدمه كان خدام، وراه نقول لكم انا راه ما كانش شي صالير كان خدام به شي صالير نيت، ولكن علاش كنقول لكم يعني القناعه هي كلشي، الحاجه واخا تكون غير قليله يعني راه كت بزاف د الحوايج. راه كتلقاي شي واحد عنده الفلوس كثيره وما عندوش فيها البركه، وكتلقاي واحد عنده غير فلوس غير قليله وعندها البركه فيها، لان القناعه هي كلشي. نكذب عليكم انا كنت هذيك الساعه كنت خدامه، ماشي كنت خدامه، كانت عندي انا راكم عارفين عندي ثلاثه ديبلومات ليستيتيك ولاكوافور، وكندير داكشي ديال المساج، كانوا اللي عيطت عليا كنمشي عليها، ولا اللي كنعرفها حيت داكشي كنديرو في الدار عندها، يعني شي وحده بغات المساج ولا عندها شي مشكل في الدار كندير لها المساج، عندي الزيوت ديالي كندير لها. وخا حتى كان داك المشروع كنت باغا نديرو هنا في اسفي، يعني ندير شي محل شي صالون، وهادي ما كتبش الله. مهم جات الظروف، كنت انا ولدت يعني حملت بيحيا وهادي، وجات الظروف ما بقيت درت حتى شي حاجه، بقيت الناس اللي كنت كنعرف بقاو كيعيطوا ليا كنمشي عندهم، وعثمان حتى هو كذلك كان كيمشي للمرسى وهادي وهادي. نشوف الكاميرا سمحوا لي نشوف الكاميرا، راه ديما كديرها ليا، كنكون كنهضر وفي الاخر كنلقاها طفات غير بوحديتها، صافي راه كتسجل. المهم الحمد لله بعدا قلت لكم عثمان ملي خرج من الخدمه، وخا حتى كنا تاثرنا بزاف، كان يحيى كنا مدخلينه البريفي، كان باش ما عطى الله كنا كنخلصوا عليه داك الفلوس. صافي ملي خرج عثمان من الخدمه صافي خرجته من البريفي ودخلته للمخزن، وفريمون المخزن وخا حتى هكاك راه كيقرو ما نكذبش عليكم، راني مدخله المخزن وبخير وعلى خير، يعني الحمد لله والشكر لله، اللي بغى يقرا راه غيقرا، ماشي بالنسبه لتا البريفي راه كي يعني كيعلموهم بزاف ديال الحوايج، ولكن تا خوتي انا تبارك الله راه الحمد لله، راه خويا تبارك الله راه مدير ديال المدرسه، خويا اللي توفى الله يرحمه مسكين كان استاذ وكان كيقري، كان كيدير الدكتوره يعني كان كيقرا فيها، ولكن بغاه الله ما عندنا ما نديرو. وعندي اخ اخر حتى هو حيت انا اللي بنت في الدار، عندي اخ اخر حتى هو كيقرا في الجامعه، الله يخليهم ليا كاملين، الله يخلي لكم انتوما خوتكم. المهم تفكرت خويا وجدني شويه. المهم الحمد لله الخوت في حقيقه كيوقفوا
فوقت الحزة، فوقت بزاف د الحوايج الله يخليهم ليا. المهم بغيت نقول لكم خاطر تأثرت شوية بصراحة، يعني الحمد لله، يعني ماشي شي وحدين اللي خاص ما خاص ما عدناش وما خاصناش، يعني الحمد لله، يعني وقفوا معنا، ما وقفوا معايا العائلة ديالي الحمد لله والشكر لله، العائلة ديال الزوج ديالي تهوايا، عثمان هو اللي ضروا خاطره، هو اللي كيعرفهم قبل مني خرج من الخدمة، ما بقاوش كيسولوا فيه، ما بقاوش، يعني علاش كنقول لكم الدنيا راه ما كتسوى والو، والله العظيم ما كتسوى شي حاجة، ما كتسوى شي حاجة والو والو. والحمد لله قلت انا ندير هذا المشروع اللي غادي ان شاء الله، فكرت تقريبا راه فكرت شي قريبين ليا تقريبا شي شهرين وانا كنفكر في هذا الموضوع وصافي، ودرته بين عينيا وقلت غادي ان شاء الله سيرتو عندك وليد خاصك تفكري ليه في المستقبل ديالو، خاصك تفكري ليه بزاف د الحوايج، يعني قلت غندير هذا المشروع اللي هو انا وعثمان ان شاء الله غنديرو، الله يسهل علينا فيه. وباقي ديما كيقول لي شنو هو هذا المشروع، قلت يسهل ليا فيه ان شاء الله، لان انا باغا بعدا دايره نقط غادي نديرهم ان شاء الله، وغادي تعرفوا شنو هو، يا لينا مابغيش نحرق المراحل ومابغيش نقول شنو هو بالضبط، سمحوا لي بزاف، لان مهم هذا المشروع ان شاء الله الا بغى الله، حيت انا ما قديتش نقوله، قلت تيسهل لي الله فيه، لان باقي واحد المشكل صغير فيه خاص تيسهل لي الله فيه، وغادي نعلنو ونقول لكم شنو هو ان شاء الله. نركز، لان راكم عارفين اللي بغيتي تبدا شي مشروع وغتحط فيه الفلوس خاصك تركز عليه مزيان وتبحث فيه مزيان، يعني بدرجه اللي نوا تحط فلوسك، يعني واخا هو مشروع صغير، يعني مشروع على قد الحال، يعني ماشي على قد الحال، دابا تلقى واحد هذاك المشروع ما بقاش، ولكن يعني غنبداو غير بشويه بشويه انا وياه، ماشي غنجيو ندير مشروع اللي هو واو، مشروع بشوي بشوي، وكاينين شي وحدين اللي غيعاونوني الله يكثر خيرهم، شكرا بزاف ليهم، غيعاونوني بزاف د الحوايج، كاينين شي وحدين كيعطوني نصائح بزاف في هادشي ديال المشروع، الله يسهل فيه يا ربي يا ربي، تسهل كاع على اللي كيبغي شي حاجه الخير لراسو واللي كيعرفو. مهم هادشي اللي كاين، هاد هما الاسئله اللي كنت سولتوني عليهم، والمشروع تا هو يا درجته مع الخدمه ديال عثمان، علاش انايا قلت غادي ندير، بغيت نوقف مع عثمان لانه هو يستاهل، يستاهل بزاف بزاف، والله العظيم البنات اللي يستاهل بزاف، لانه هو ملي كان خدام كان مهلي فينا، كان بزاف د الحوايج دايرهم مع ولدو، يعني كان كيقري في بريفي، وخا حتى كان داك المدخول قليل الحمد لله كنا كنقروه ومعتني بيه ومهلي فيه، ويعني ماشي من داك النوع من الرجاله اللي كيكونوا ما مهلينش في ولادهم ولا ما مهلينش في مراتهم ولا داكشي، غير قليل وباين الحمد لله والشكر لله، القناعه هي كلشي الحمد لله، وتزادت عليا حتى هاد القناه بخيرها الحمد لله، وعرفني على متتبعين، وان انتم اللي بصراحه ما نكذبش عليكم ما نساش الخير ديالكم والفضل ديالكم، لان انتم اللي خليتوني وصلت لهذا الشيء بصراحه، بفضل الله وفضلكم، يعني ثم بفضلكم كانت النقطه كنت قلتها، وهي تقول لي واحد البنت قالت لي قولي ثم بفضلكم، بصراحه يعني اللي ما يشكرش الانسان راه بصراحه، يعني بفضل ديالكم لينا كتفرجوا فيا وكديروا لايك وكتخلوا من الوقت ديالكم كتفرجوا فيا، راه هذا شرف ليا بزاف، وخليتوني وصلت لشي حوايج اللي هما بزاف د الحوايج، من لي باك درتهم فمي، من كاين شي بحال هذيك السيده ديال بيسي صيفطت لي بيسي، بحال اختي خديجه كانت صيفطت لي دوك الهدايا الله يكثر خيرها، بحال بزاف الحوايج يعني دخلوا في حياتي، كتشتي غير ملي كنخرج الزنقه انا وعثمان وكتلاقى بيا شي وحده وكتصور معايا ولا كتبوسني وكتقول لي برافو كتعجبيني وشحال وانا كنتمنى نشوفك يعني نتعرف عليك، هذاك راه شرف ليا والله العظيم الا شرف ليا، وكنحشم وحق الله العظيم الا كنحشم بالزنقه بصراحه، كتجيني البكيه ملي كتشوف شي حد انت عزيزه عليه، راه
واخا انا ما كانش عندي صحابات بزاف وكانوا غدروني صحابات بزاف، انا اقسم بالله ما بقاتش شي وحده تدخل عندي، ما كتدخل عندي حتى حد للدار، انا تقول هما عائلتي اللي راه كيتفرجوا فيا هما الوحيدين اللي كيجيو عندي وكنجي عندهم، ما عنديش خلطه يعني شي حاجه اللي هي قليله، ما كاينش صحابات عندي بزاف، حاجه قليله عندي اللي كيجي عندي للدار. المهم هادشي اللي كاين، والله يسمح لينا من عتمان خرجنا منه بهذاك الفيديو. واحد البنت كتقول لي، ما نطلع الكاميرا ونقول لكم هادش كاميرا ما كنشوفش راسي انا اللي كنهضر معكم، كلش راسي انا اش كنقول واش والحركات اللي كنديروا، غير الكاميرا مقابله معايا ما كنشوفش، ماشي بحال التليفون غتشوفي راسك اش كتقولي والدقائق شحال كديري. قالت لي واحد البنت جابت لي الضحكه، قالت لي رجاء علاش كتغوتي بزاف كتجعوقي، راه داك الفيديو اللي درنا فيه البرانك راه ضروري خصني نغوت ونفاعل باش هو ما يشكش شتي لك تهاد او فهمتي، غيعرفني راه دايره فيه شي حاجه، علاش انا كنغوت وكندير وكندير. هادشي اللي كاين، ماشي ضروري خص المراه خاصها تكون كتغوت راها واعره، لا الا قلبي طايب وكنبغي الخير لبنادم والله العظيم، راه اللي كيقول لك اللي ما كيعرفكش راه كيخسرك. المهم غندوز دابا، المهم انا كملت لكم داكشي كامل اللي بغيتو تعرفوا، والقناعه هي كلشي، القناعه هي كلشي والله، القناعه هي كلشي. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، نمشي نعمر واحد الكاس ديال اتاي وهانتوما معايا. يلا اجيت من نشرب اتاي، ها اجي نشرب اتاي واه هاني جاي. كي حفظ في يحيى عنده امتحان، عندك شي امتحان عثمان؟ فاش جابك داك واحد بحال شكل الضفيره عرفتي زوينه هادي، بشحال خديتي عثمان؟ بقيت كاع قلب بشحال كيا بجدراهم ياك؟ بجدراهم هادي هذيك جدران ونص 50 درهم، 50 درهم مغربية ماشي دولار، ماشي 50 دولار. الله المغرب الله شرب كويس ديال اتاي عرفتي سبحان الله العظيم تروحت. الله بسم الله بسم الله بسم الله هقلية مات بالضحك حرقتها، جيت بنسوه يقول لك جابي عماها واش كيقولوا داك الميتان؟ ما عرفتوش ما عرفتيش هذاك تهار مني، جيت بنصاوب القلية تحرقات ليا نسيتها زوينة معاك ترك الخمام ديرها اغنية، جيت نصايب القلية تحرقات ليا ونشرب كويس عرفتي علاش عجبني هذه انا بس سيدي جميلة رقيقة بغينا نبقى خاصة غلايضة ياك؟ نعم نعم. هاي معجب أمي وهم، بقى كاع كنت ناكل. شو سبحان الله العظيم؟ دابا أنا مشيت خرجت الجامع ودار السمر. ولا كاين السمر أصلا. وكان تخيل أنت تفكر مساكن الناس في الجبال. آه. الله يكون لهم يا ربي هاد الدولة تحرك ودير شي حاجة يا ربي. اللهم آمين. يا ربي يا ربي. خاص الشعب كله يتضامن. اقسم بالله زعما راه ليلى هي الدار دابا المشكل ما كاينش الحال اللي حرك الناس، فين هما الجمعيات؟ فين هما؟ فين هما الناس ديال الخير؟ العمل الجمعوي فين؟ راه خصو الدور ديالو يبان في هاد الاوقات في هادي، ولكن الناس مساكن راه تيعانيو، حنا كنشوفو كنشوفو في قنوات في بعض القنوات في اليوتيوب حتى تبارك الله داك الزروالي واحد النهار في المنتدى واحد السيد مسكين ولا فيصل فلوغ ولا شوف فين كتعرفوا الناس كيعانيو، خاص الشعب كله ماشي فقط غير قناه واحد واحد مثلا انا يوسف الزروالي شحال قدو شحال قدو، خاص الشعب كله يتضامن ماشي ماشي حيت اللي ما تضامنش الشعب بيناتو راه ما كاينش غير يتضامن ماشي غير هذا الشيء لا اله الا الله الله يدير الشر ويدخل هاد البلاد دابا حنا درنا الكوتي دابا كنا نقولوا العشاء الغدا اش غادي نديروا فيه، عاوتاني كلينا الكوتي نشوفوا دابا العشاء عاوتاني اش نديروا فيه الصباح عاوتاني المغاربه غير العشاء درتي فيه الغدا اش درتي فيه، هذا هو الروتين ديال الحياه، هذا هو الروتين ديال الحياه والحق خاص 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 الروتين الحقيقي هو من اش درتي بالليل ديالك وصلتي شي صباح واش قمتي الليل وصلتي الفجار
ملي ديتي له نطي ولادك كيمشي للخدمه وكذا هذا هو الروتين الحقيقي هو هذا عندك الصح هذا هو الروتين الحقيقي كيقول لك ما نصلى الفجر هو في ديما في بلاصه الحمد لله الجار ما كيفوتناش الحمد لله اللهم ولك الحمد هذه هي الميزه الحمد لله اللي باقين عليها وان شاء الله نتمناو يعني نبقاو فيها يعني ما الا لا دانا الله اعمار بيد الله دانا الله كنضحك عليك اضرب مع هاد السيد هذا راه كيشد بيا بزاف وانا دابا مريضه مريضه دابا الله يرحمنا الله يدوزنا فضل اللهم امين المهم ما سخيتش بيكم وراني سول جاوبتهم كاع الاسئله ديالكم اللي سولتوني تا هضرت مع عثمان قلت لي راه قالوا لي وقالوا لي واش نقدر نهضر المهم عليك وعلى الخدمه وعلى داكشي هي ماشي مشكله هضري وهادشي اللي كاين ضروري خاصني ناخذ الاذن ديالها ماشي مشكله صافي خليتكم فرحت الله والى فيديو ماجي ان شاء الله وواحد الفيديو زوين المهم نخلي عليكم مفاجاه غير قهرتينا راه شي بالمفاجات المهم ان شاء الله واحد الفيديو زوين غادي يعجبكم كي قلت لكم راه كان قلت لكم راه جات الكوليه ديال الكوليه جاتني عند واحد السيده من اسبانيا وغنوريكم اش صيفط ليا اييه وغادي ندير لكم لوك بوك شي حاجه واو شي حاجه واعره واعره بصراحه واعره ندير لوك بوك لوك بوك عندي لوك بوك وقولي ندخل للقناه ندخل عند عثمان القناه عثمان راه جا بلوغ مسكين بقى فيا والله لا بقى فيا دخلوا راه تستافدوا بزاف الحوايج كيحطوا ما تستافدوا منهم ما بقاتش حطيت حسيت بسميتو بالحقره بالحقره قال لك حسيت بالحقره تاع عثمان دخل عندي المهم شجعوه دخلوا عنده تابوناو عندها نخلي لكم تا رابط صندوق الوصف المهم نخليها لكم هو اختي نزهه هي دخلوا عندها راه قناتها زوينه المهم هكا دير افكار زوينه المهم يلا نخليكم في امان الله وتصبحوا على خير بسلام عليكم باي باي